نزيل الجهل ثم نتعلم، هذا الشعار الذي يرفعه طلاب العراق منذ انطلاق ثورة تشرين، فلا تعليم على أرضية تعج بالفساد في ظل منظومة سياسية لم تراعي أدنى شروط التعليم ودمرت مقوماته. في محافظة كربلاء تستمر الاعتصامات الطلابية من مختلف الجامعات تأكيدا على رفض أي حكومة تنبثق عن الأحزاب والكتل. اليوم وقف الطلاب اعتصامات جامعات كربلاء الأهلية والحكومية أثبتت وجودهم اليوم في ساحات الاعتصامات في كربلاء لإلقاء إحدى الاحتجاجات لإقماع هذه الحكومة الفاسدة من مكانها وتشكيل حكومة جديدة وشعب جديد إن شاء الله بوجود هاي الأبطال اللي أثبتت وجوههم، إن كانت النساء أو الطالبات أو كان من الرجال كذلك. وكغيرهم من طلاب جامعات العراق، يجدد طلاب محافظة كربلاء رفضهم لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لأنه معين من قبل الأحزاب ويحمل أجندات تخالف منهج الوطنية وتابع لإيران، فضلا عن صفحات الفساد التي تملأ سجله. رفضنا أي مرشح من الأحزاب بداية العمر وما زلنا مستمرين على هذا الشيء، ومحمد توفيق علاوي مرفوض جملة وتفصيله من ساحة كربلاء ومن جميع الساحات. ما راح يلبي طموحات الشعب وتطلعات الشباب مثلا، وما أعتقد راح يقضى على الأحزاب، وهذا مو أملنا ولا طموحنا. الوعي السياسي لا يقتصر على الفئة الجامعية، حتى طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يبينون أن إنقاذ الوطن لن يتم في ظل بقاء هذه الأحزاب في السلطة. نعلن الإضراب الجديد عن الدوام إلى يوم تحقيق المطالب، ونرفض ترشيح أي رئيس وزراء من الأحزاب الفاسدة. طلاب إعداديات كربلاء مستمرين بالإضراب، وحتى لو صارت امتحانات احنا راح نبقى نمتحن، حتى لو نمتحن راح نرجع وراها للإضراب ومستمرين بالإضراب. ومطالب الساحات هي نفسها، انه مرشح رئيس الوزراء يكون غير جدلي، وحتى لو يعني هم اختاروا رئيس وزراء واحنا ما ردنا اللي هو محمد توفيق علاوي فهو مرفوض من الساحات. اعتصام مفتوح وإضراب إلى أجل غير مسمى، حالة من الغضب والعصيان المدني لن تنتهي إلا بتحقيق كامل أهداف الثورة.